السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع اللي غالبية ديال الفيديوهات في يوتيوب كيتحدثوا عليه، وكاين اللي يقول نعم وكاين اللي كيقول لا، الا وهو الحيض عند انثى الارانب. شحال من واحد كيقول باللي الارنب تحيض، وهو منطقيا حنا الا جينا كنفكروا الناس اللي كيربيو الارانب ويعني بروفيسيونيل يعني محترفين، ويعني هذا المشروع دايرينو باش 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 الانتاج نيشان سمو كيديروا، ملي كي تولد الارنبه الانثى الارنب كيعطيوها الذكر مباشره من بعد واحد 8 سوايع حتى 10 سوايع. يعني فين هي هذه الفتره ديال الحيض ديال الانثى؟ وانا جربت هذه الطريقه وراها صالحه، ان يعني ما تخليش الارنب الانثى الارنب انها ترتاح، غير كتولد مباشره كتعطيها وكتحمل عاوتاني. بالنسبه للانسان المراه فعلا ملي كتولد ما يمكنش، يعني كيقول لك الخطره الاولى كتكون نافسه وكتجيها الدوره، ما كتجيهاش في الاول الدوره الشهريه، من بعد كترتاح وعاد تقدر عاوتاني انها تتزاوج وتقدر تولد مره اخرى. اما بالنسبه للارانب راها هذه الفكره خاطئه. كاين الفيديوهات اللي قايلين ان الارنب انثى الارنب تحيض، وهي معلومه خاطئه. هذوك الناس كيكونوا كيعطيو فتره عندهم الارانب قلال اول حاجه، وكيعطيو فتره للانثى الارنب انها ترتاح عاد باش يزوجوها. اما منطقيا يعني الى جينا نفكروا الارنب الى مشات تعطات للذكر مباشره فوقاش في نهايه في هذه الفتره ديال الحيض، يعني منطقيا بالعقل هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر معكم هذا النهار. يعني الى كنتوا يعني مزروبين على الارنب، ان على الخلفات ديال الارنب، وعندكم الكاج فين تحطوه، وعندكم مسائل مريقله، من الاحسن انكم الانثى الارنب غير تولد مباشره اعطيوها الارنب وصافي كيتزوجوا طبيعي عادي، ما غادي يطرى حتى شي حاجه. يعني حنايا انا بغيت نجاوب هذا النهار على هذه المعلومه انها خاطئه، انثى الارنب لا تحيض. اذا هذا الفيديو اللي عجبكم تكيو على زر جيم، والى اللقاء في الحلقه المقبله. وانا كنشكر كاع الناس اللي كيراسلوني في التعليق ديالهم الطيبه، وإذا كان شي واحد خاصو شي معلومه او اي حاجه انا رهن الاشاره. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.